إذا ننتقل بكم مشاهدينا إلى فندق ريجنسي، حيث تختتم جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم، فعاليات دورتها 11 اليوم. وكانت جائزة الكويت الدولية قد انطلقت فعالياتها الأسبوع الماضي تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتضمنت ورش علمية وورش قرآنية ومحاضرات وغير ذلك. للمزيد من التفاصيل حول هذا الحدث المتميز ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي من فندق ريجنسي. صباحك بالخير فهد، وأطلعنا على فعاليات اليوم الختامي وأبرز الفائزين في هذه الجائزة. صباح الخير زميلي نجيب، تحية لكم ولمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح من تلفزيون دولة الكويت. يعني اليوم نصل إلى اليوم الختامي والأخير لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وقراءاته وتجويده، والتي أقيمت تحت رعاية سامية من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، في صورة جسد سدت يعني الاهتمام يعني الكبير في دولة الكويت بالقرآن الكريم وتعاليمه. نجاح مسبوق سجل لجائزة القرآن الكريم الدولية التي تقام في الكويت بعد عامين من توقفها بسبب جائحة كورونا. اليوم نصل لليوم الختامي وسنتحدث بشأن النتائج والفائزين مع الوكيل المساعد للقرآن الكريم والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور فهد الجنفاوي. صباحك الله بخير دكتور، يعني اليوم نجاح كبير تشهده جائزة القرآن الكريم الدولية، كيف يعني كان المشهد في الأيام الماضية، وكيف كان يعني شهدتم النجاح الغير مسبوق للجائزة في دولة يعني الكويت، واليوم النتائج واليوم الختامي، ماذا نقول للمشاهدين بشأن اليوم الختامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحن الآن على مشارف نهاية جائزة الكويت الدولية في دورتها 11، جائزة الكويت والتي تقام برعاية سامية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ما جسد اهتمام القيادة السياسية في دولة الكويت الاهتمام بالقرآن وأهل القرآن، وأنها دولة راعية لكل خير. حقيقة تنافس خلال هذه الجائزة على مدى 7 أيام 122 متسابق من شتى دول العالم، تنافسوا على المراكز الأولى، والحمد لله كانت المنافسة جميلة جدا، وكانت أيضا منافسة شديدة، حيث أن ما شاء الله المتسابقين كانوا متقنين لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، حتى وصلنا اليوم إلى هذا اليوم الختامي الذي ستعلن فيه إن شاء الله يعني الأسماء الفائزين في 5 فروع للجائزة، وأيضا سيكرم الشخصيات القرآنية التي تكرمها دولة الكويت في كل عام. خلال هذه السنة إن شاء الله ستكرم أيضا شخصيتين إسلاميتين قدموا خدمات مباركة، خدمات جليلة للقرآن الكريم. حقيقة هو عرس قرآني، محفل جميل رائع جدا، كانت المنافسات ما شاء الله على أشدها، المتسابقين تنوعت أعمالهم، وأيضا شاركنا معهم اليوم أو خلال الأيام الماضية أيضا برحلات لبعض المعالم في دولة الكويت وبعض الأماكن السياحية، بعض الأماكن التراثية. فالحمد لله على نعمة الكويت، والحمد لله على رعاية القرآن، وهذا حقيقة شرف لنا أننا نقوم بخدمة أهل القرآن. كل الشكر والتقدير للدكتور فهد الجنفاوي الوكيل المساعد للقرآن الكريم والدراسات الإسلامية في وزارة الشؤون في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، ونتمنى كل التوفيق للمتسابقين الذين شاركوا في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم في دولة الكويت. نعم نجيب، هذا كل ما لدينا من اليوم الختامي لجائزة القرآن الكريم الدولية التي تقام في دولة الكويت. مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم.